يعني بلومبرج بتقول لك في مقدمه التقرير، مع مرور الذكرى السنويه الثالثه لتدخل صندوق النقد الدولي ببرنامجه الاصلاحي، النتائج متباينه. الدوله تمكنت من اصلاح برنامج الدعم، شالت الدعم بشكل كبير، خفضت عجز الميزانيه، عززت الاحتياط النقدي، خفضت قيمه الجنيه، لكن دفع المصريون العاديون تكلفه كبيره. تدابير التقشف التي ادخلت لتحسين الكفاءه في السوق الى جانب انخفاض قيمه الجنيه دمرت قوتهم الشرائيه ودفعت الكثيرين الى الفقر. هل كانت بلومبرج في حاجه الى 4 سنوات او الى كل هذا الوقت لتدرك ما قلناه هنا في هذا البرنامج وغيرنا كثيرين وغير حضرتك كتير، ولا الناس دي حسابات برضه، هذه المواقع حسابات سياسيه قبل ان تكون اقتصاديه؟ لا، اول شيء يا دكتور حمزه، مع احترامي للاساتذه خبراء صندوق النقد الدولي، هم عارفين هم بيعملوا كويس، والكلام ده مكتوب ومنشور، وكان ممكن جدا جدا لو ارادوا مصر انها تصلح حالها كان بسهوله جدا يبدا اي برامج للصندوق عنده برنامجين اتنين، والبرنامجين اتنين عشان تطبقهم لازم تبدا بالاول ثم تخش في الثاني، اللي هو بنسميه البرنامج التثبيت او الاستابلايزيشن للايكونومي، بيعمل عمليه استقرار للاقتصاد، وده اللي عمله في مصر ان هو شال الدعم عشان يدي للحكومه موارد اخرى. المشكله الاخطر ان اللي حصل عندنا في مصر في البرنامج الاولاني ان مديونيتنا الداخليه زادت والخارجيه زادت، فاصبح تقريبا 85% من ايراداتنا رايح للفوائد او الاقساط كل سنه. فاللي انا وفرته في الدعم، اللي انا شلته من الدعم، ما راحش للمواطن البسيط ولا الراجل الفقير ولا للطبقة المتوسطة، بل هو راح مرة تانية لجيب الحكومة، والحكومة طلع من جيبها راح لجيب البنك عشان تدفع الفوائد للبنك في الاقساط. البرنامج الثاني للصندوق، وده اللي المفروض يتطبق في مصر وحتى الآن الحكومة ما عملتوش، اللي احنا بنسميه الإصلاح الهيكلي. الإصلاح الهيكلي إن أنا أوسع قاعدة الملكية، إن أنا أفتح الباب للقطاع الخاص وأقول للقطاع الخاص ابدأ استثمر وابدأ أنتج أنت في الاقتصاد، وابدا عجل من حركه العجله الاقتصاديه، والقطاع العام نبدا نتخلص منه. ده البرنامج الثاني للصندوق. لكن فات الصندوق ان احنا لما بعنا القطاع العام احنا دمرنا القطاع العام، شردنا العماله في القطاع العام، زودنا البطاله في الاقتصاد. للاسف جزء كبير جدا كان الاقتصاد المصري عندنا قبل ما نعمل بيع القطاع العام كان عندنا 400 شركه، ال 400 شركه بتمثل 70% من انتاج مصر. ال 400 شركة قعدنا نصف فيهم. الشركات اللي صفناهم مثلا قريب خالص، مثلا شركة القومية للأسمنت. الجيش عمل شركة للأسمنت، وشركة القومية للأسمنت المديونية بتاع شركة القومية للأسمنت وصلوها ل 12 مليار جنيه. مع إن أنت لما تيجي تبص تشوف إيه الخسارة اللي جات، عشان بنوزع أرباح لأعضاء مجلس الإدارة، بنوزع أرباح للعاملين، والشركة أصلا بتخسر وعمال توزع في ارباح. فانت اصلا ما انتش ماشي على معايير اقتصاديه عشان اقيم الاداء بتاعي، بنيجي في الاخر الامر يقول لك ده الشركه بتخسر. ما هو انت بتقول الشركه بتخسر عشان ابرر لك قدام الناس، ايوه بيع الشركه وتخلص من الشركه. طيب احنا لما بعنا الشركات في التسعينات هل احنا انتجنا زياده ولا اسعارنا رخصت؟ يعني انا شركه محتكره مثلا، ادي اقرب مثال، مثلا هم عارضين شركه الدخان مثلا للبيع الان، شركة الشرقية للدخان اتباعت حطت بورصة خلاص، والراجل المستثمر الإمارات ربنا يديله الصحة. أنا ما أعرفش الحقيقة إذا كانوا إذا كان تم شرائها بالكامل ولا لا. جزء منها اتعرض للبيع والشراه الإماراتي. كويس جدا. حسب معلوماتي أنا شركة زي الشرقية للدخان بتكسب. شركة أنا بتكلم على طبيعة السلعة اللي هي بتبيعها، اللي هي السجاير. في عرف الاقتصاديين دي تعتبر شركة محتكرة للاقتصاد، وشركة بتحقق أرباح. وأرباحها بتصب في ميزانية الدولة في نهاية السنة. أنا خدتها مستثمر سين، خدتها أي مستثمر خدتها في مصر أو مستثمر الإمارات خدتها في مصر. لما المستثمر الإمارات اللي خدها ده هيحصل معه إيه؟ هيحقق أرباح، لأن شركة محتكرة أصلا، زي شركة السجاير أو شركة الأسمدة أو شركة الدخان أو شركة الأسمنت. كل الشركات دي كلها هي أصلا شركات احتكارية جوه الاقتصاد. احتكارية بمعنى أنه هيحقق أرباح وهيفرض الاسعار اللي هو عايزها في السوق. هو اكبر منتج تقريبا في السوق، او الوحيد، يا الوحيد يا الاكبر. انا ما فيش دوله في العالم يا دكتور حمزه
لما بتفتح برنامج الخصاصة بتجيب الأجنبي تقول له تعالى امتلك حاجة محتكرة جوه البلد بتاعتي. ما ينفعش ان انا دواء زي دواء الأنسولين مثلا انا بنتجه مثلا في مصر، ما ينفعش ان انا اجيب شركة أجنبية اقول لها تعالى اتفضلي امسكي حاجة تكون احتكار هتهم كل مواطن في مصلحة كل مواطن في صحة الاقتصاد بتاعك انت القطاع الصحي بتاعك. ما ينفعش ان انا اديها لاي شركة أجنبية. مش معناها ان انت عملت تفشل الشركة وعندك سياسات فاشلة في التعيينات انت عمال كنت اتعمدت على الفترة طويلة جدا بعد حرب اكتوبر بعد 73 فضل عملية التوظيف بطريقة كبيرة جدا لحد ما حسن مبارك جه سنة 86 و87 وبدأ يوقف تماما سياسة التعيينات اللي تمت، لكن للأسف الشديد بالفساد والرشاوي والمحسوبية وقضايا كتيرة جدا زي مثلا الشركة القابضة للصناعات اللي كان احد الناس لا احب ان انا اذكر اسمه الان فهو في ذمة الله الان، باع الشركة وباع خطوط الانتاج بتاعتها بالكامل صحيح. وجات الشركة الأجنبية خدتها وباع. فاحنا وعندك شركة عمر افندي على سبيل المثال، عندك شركة المراجل البخارية. للأسف الشديد أنا بدمر جزء كبير جدا من قوة الاقتصاد المصري. القطاع الخاص في مصر حتى الآن مش قادر يقوم بالدور المنوط به، سواء الجيش دخل قصاده منافس له، سواء هو أصلا ما عندوش الإمكانات المادية عشان يطلع. احنا حتى جزء من الاقتصاد زي ما كانت أساتذتنا بتعلمنا أنا عندي احتكارات طبيعية ما ينفعش أن أنا أديها لأي حد أصلا، لأن أنا في عندي جزء من الاحتكارات لا يمكن. أنا مثلا لو أنا عايز أفتح شركة كهرباء أنافس شركة كهرباء وسط الدلتا مش هقدر، لأن شركة كهرباء وسط الدلتا عندها استثمارات ضخمة جدا مش حد ما فيش حد يقدر ينافسها. تقوم إحنا كحكومة أجي ألزم شركة الكهرباء أقول له خلي بالك سعر الكهرباء بتاعك هيكون كذا وإحنا مدين لك رخصة تبيع الكهرباء للناس بالسعر ده، ولا يحق له انه يرفع السعر الا بالرجوع العوده للحكومه مره اخرى. ده الكلام ده اذا انت حبيت تعمل خصخصه. احنا قلنا من ضوابط الموضوع ما تديش اي شركه اجنبيه تخش تاخد سلع احتكاريه، ما تخليش اي شركه اجنبيه تيجي تخش تاخد عندك. يعني في بعض الدول مثلا زي دول كثيره حقيقه تمنع الاجنبي ان هو يصوت داخل اذا كان حتى شاري اسهم، فانت دخل اطرح اسهم في السوق واقدر انتج. النقطه الثانيه واللي زاد الطين بله واللي ده بينغص على الواحد الحاجه كتير جدا، انك انت عايز رايح يعمل صندوق مع الامارات. طيب انا بسال دلوقتي انت راجل ان مديون وبتقول احنا فقراء قوي ومديونين وديننا بقى كبير، الامارات هتخش معايا تعمل ايه؟ الامارات مش محتاجه مني فلوس، الامارات محتاجه منه فقط اللي هيعمله الامارات ان حدها الشركات المصريه على طبق من ده تفضلوا انتوا اشتروها. يا سيدي الامارات عايزه تخش الاقتصاد بصندوق 20 مليار دولار، خلي الامارات تستثمر بنفسها بال 20 مليار دولار. للاسف الشديد اديك مثل قريب حصل في قلب امريكا اللي امريكا فيها بدون مبالغه، يعني امريكا كل طوبه على طوبه فيكي امريكا لها قانون معين بدون ادنى مبالغه. يعني امريكا القواعد المنظمه جوه امريكا في كل مكان بطريقه لا يمكن تتخيلها، سواء في بيتك في المطبخ في الحمام في اوضه النوم في الشارع في سيارتك في التنزيل كل شيء عامل له ضوابط. الامريكان رفضوا شركه الامارات، شركه الامارات لما حبت تدير الموانئ بتاع نيويورك الامريكان اتنفضوا وقالوا مش حاصله. الفرنسيين سنة 86 لما بعض الشركات الفرنسية تعرضت للبيع الفرنسيين رفضوا ان يجي لي واحد اجنبي يمسك الشركات. كندا الان، كندا وامريكا الحدود فيها بعض المدن بينها وبينها بالضبط 10 دقائق بتعدي الكوبري تبقى في كندا، والكنديين حتى الان عاملين ضوابط عشان الشركات الامريكية ما تستطيعش انها تتملك الموارد الكندية تستثمر جوه الاقتصاد الكندي على عيني وعلى راسي، بس يبقى انا عندي ضوابط. احنا بقى في مصر كمان لا عندنا ضوابط والشركات بتيجي عندك. خش مثلا شركة زي شركة المحلة او شركة غزل شبين الكوم على سبيل المثال، جاء مستثمر هندي اشتراها بدأ يصفي في 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 المكن يطرد العمال يطلع عمال معاش مبكر وبدأ يبيع الأراضي بتاع الشركة اللي هي طبعا أغلبهم كله طمعان في الأراضي. اللي أنا معرفش المصريين كلهم اتحولوا كلهم دلوقتي يا تجار أراضي يا سمسرة أراضي يا عقارات، وأصبح كأن الاقتصاد كله أصبح الاقتصاد كله ما هو إلا شيء ريعي، يعني ما بيدينيش إنتاج معين سلعة في إيدي إن أنا أقدر. شوف إحنا كان عندنا إنتاجنا بيكفينا من الحديد ولا من الأسمنت. الأسمنت كان يعني أحد الوزراء السابقين طلع قال أنا كان عندي 5 شركات أسمنت بتكفوا مصر بحالها،
ينفعش ان انا اروح اديها لشركه اجنبيه واجي اقول له تعالى انت امسك الاقتصاد وارفع سعر طن الاسمنت اللي انا وصله ل 900 جنيه بعد ما كان ب 100 جنيه.